عبر الهاتف ينضم إلينا من بكين دكتور جاد رعد، الباحث في الشؤون الآسيوية. دكتور جاد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ما الذي حدث في الصين؟ كيف تفسر لنا هذا الصعود في الحالات بعد أن كانت الصين تقريبا لا تسجل إصابات؟ نعم، أولا هناك تحديث على المعلومة التي أوردتموها في التقرير. هو فعلا تم اقفال سوق التي تحدثتم عنها، ولكن في ذلك السوق تم اقفال فقط القسم الذي يبيع اللحومات، ولكن منذ ساعات قاموا باقفال سوق ثانيه مخصصه للثمار البحريه. ماذا ما يحصل او تبرير ذلك؟ اولا هناك احد الباحثين الكبار الباحثين الذين يعملون مع زونغ ناشان، هو تحدث صباح اليوم في هذا الموضوع، وقال يعني أنه في تاريخ الفيروسات المشابهة لا يمكن الخروج من الفيروس دفعة واحدة، وبالتالي هو من الأمر الطبيعي حسب قوله أن نبقى بحدود الإصابات القريبة من الرقم صفر، وهذا يعني أننا سنعود إلى الصفر في القريب العاجل. هذا من جهة. من جهة أخرى، هناك إحدى الصحف الأكثر انتشارا في الصين، صحيفة النجمة الحمراء. في هذه الصحيفة هناك مراسل هذه الصحيفة هو تفرد في نشر هوية شخصين من المصابين، وتبين أن هؤلاء الاثنين هما من تربطهما علاقة قربة، هم من العائلة ذاتها ويعملون في المكان ذاته في أحد مراكز الأبحاث التي تكشف على اللحومات. وبالتالي هو يقول أنه لمجرد أن تكون الإصابتين مرتبطتين بنفس مكان العمل وبصلة عائلية، هذا يجعل تطورها ونقولها أسرع. يعني لو كان شخص واحد يعمل هناك وتعرض للعدوى لكان بالإمكان حصرها أكثر، ولكن اثنين في العائلة ذاتها هذا ساعد في الانتشار السريع. ولكن يعني حتى ما قاله هو عن يعني في نفس ما قرته صحيفة النجمة الحمراء، تحدثت أنه سريع، ولكن يعني يبقى محصور بعدد ثلاثة إصابات إضافة إلى بعض الإصابات الغير حاملة بدون عوارض. نعم. التي انتشرت على رقعة جديدة بما فيها شمال شرق الصين مجددا. وبالتالي يعني من جهة ما قاله الباحث أنه لا يمكن القضاء حتميا بين ليلة وضحاها، وبالتالي إذا سجلنا 55 يوما من دون إصابات ثم عدنا إلى إصابات إلى ثلاثة إصابات مجددة، هذا يبقى في الإطار الآمن. ولكن في الوقت الحالي يجب التمكن او التشدد في منظومه الرقابه. يعني نحن نتذكر في الايام الماضيه الكثيرين من الاشخاص كانوا يتحدثون عن متى الموعد لرفع الكمامات نهائيا. يعني اتت الصدفه لتذكر ان رفع الكمامات نهائيا والتهاون في هذا في الاساليب الحمائيه ما تزال مبكره، وانه يعني ممكن لاي حادثه صغيره من هذا النوع أن تقلب الآية رأساً على عقب. طيب، بعيداً عن الأسواق، أيضاً قررت السلطات أنها تؤجل عودة التلاميذ في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، وأيضاً أوقفت كل المنافسات الرياضية لحين إشعار آخر. ما هي أبرز القرارات اللي تم إصدارها في الصين بعد هذه الموجة أو بعد هذه يعني الحالات الجديدة اللي ظهرت في بكين؟ نعم، في مدينة بكين تم إيقاف العديد من الأنشطة والمدارس، ولكن في الوقت نفسه مثلا في ووهان الجامعات تفتح كلها يوم الاثنين، وبالتالي يعني لن تتأثر بما يجري في بكين. في بكين خاصة كما ذكرتم هناك موضوع المدارس الابتدائية لن تفتح، ويضاف إلى ذلك كل أنواع التجمعات الثقافية أو الأشياء التي تسمى عادة الغير أساسية أو الغير ضرورية، مثلا دور السينما والمسارح كان من المفترض أن تفتح في الأسبوع المقبل أيضا لن تفتح. استيراد المواد الغذائية هو تقريبا لم يتوقف، ولكن الآن أصبح عليه تشدد أكبر لأنه هناك احتمال أن يكون المصدر هو في اللحوم المستوردة. جرى الحديث بالتحديد عن السلمون المستورد، ولكن في أخبار الظهيرة بتوقيت بكين كان هناك حديث عن أن السلمون بشكل خاص هو غير قادر على أن يكون فيكتوريا هو غير قادر أن يكون
عامل مساعد على نشأة الفيروس، لأن طبيعة هذه اللحومات تمنع هذا التطور، ولكن اللحومات المستوردة ربما تكون هي مصدر أساسي لهذا الفيروس، وبالتالي لحومات الأبقار ولحومات الأسماك، وبالتالي هذا موضوع أساسي تتشدد فيه السلطات الصينية. التشديد على عدم فتح إمكانية التجمعات أكثر وأكثر، والتشدد في مراقبة المنتجات الاستهلاكية المستوردة خاصة اللحومات بما في ذلك اللحومات الحيوانات البحرية. هذا الأساس في بكين، وفي هناك بعض الأماكن التي زارها أحد هؤلاء المصابين وهي منطقة تشينداو. أيضا الحكومة المحلية هناك قامت بإجراءات مشابهة من ناحية فحص طلاب المدارس دون إغلاق المدارس وعدم السماح بالدور الثقافية بفتح أبوابها خلال هذا الأسبوع كما كان مقررا، وأيضا ذكرتم إلغاء جميع النشاطات الرياضية العامة. نعم. طيب الأماكن الأخرى والمدن الأخرى بخلاف بكين ووهان، يمكن حضرتك تحدثت عن بعض المدن، لكن هل هناك أماكن بتشهد فك القيود وإجراءات لها علاقة بمسألة أنه الحياة عادت لطبيعتها بشكل يعني واسع النطاق في الصين؟ عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل واسع النطاق كان الأبرز في بكين وفي شنغهاي. الآن في بكين بسبب هذه الإصابات سوف هذا الانفتاح سيتراجع، ولكن حاليا نعم تبقى شنغهاي هي المدينة الأكثر انفتاحا والأكثر عودة إلى الحياة الطبيعية. مثلا شنغهاي هي المدينة الوحيدة في الصين التي سمحت بإعادة فتح روضات الأطفال، ويعني وعودة الحياة الثقافية من جذور السينما إلى شنغهاي أيضا عادت منذ أسبوع من حوالي أسبوعين، ولكن ما حصل الآن في بكين ربما سيجعل حكومة شنغهاي تعاود النظر في هذه الأمور، وربما يتم إغلاق رياض الأطفال ودور السينما في الأيام القليلة يعني قبل يوم الاثنين في شنغهاي. طيب دكتور جاد، يمكن التجربة الناجحة للصين في احتواء فيروس كورونا أو انتشاره، كان هناك حديث عن أنه هذه التجربة ربما مكنتها بشكل أكثر من دول أخرى، يعني من أنها تركز على الأبحاث العلمية، تركز على العلماء هناك وما يجريه العلماء من أبحاث في مسألة اللقاح ضد فيروس كورونا. آخر التطورات في هذا الشأن وتوقعات حضرتك بشأن هذا الموضوع، لأنه هناك سباق الآن ما بين الدول الكبرى، يعني أكسفورد الآن والولايات المتحدة بتعمل على لقاح، وهناك أيضا روسيا أعلنت أنها بتعمل على لقاح، يعني أكثر من دولة أعلنت هذا، وهناك تعاون دولي ربما. ما موقف الصين في هذا الشأن وما آخر التطورات فيه؟ آخر التطورات في موضوع تسجيل لقاح معترف به دوليا، هناك يعني اللقاح، هناك المرحلة الأولى على البشر في أكثر من دولة تم ذلك، هناك المرحلة الثانية على البشر وهي تكون عينة مفتوحة، هذا حصل في الصين فقط، ولكن هناك دول أخرى على وشك الدخول في هذه المرحلة الثانية، ولكن ما دخلت فيه الصين ولم يسجل في أي دولة أخرى، هناك مرحلة ثالثة ضرورية لاعتماد هذا اللقاح عالميا، وهو أن يقومون بتجربة واسعة النطاق خارج حدود الدولة التي طورت اللقاح، وهذا ما تفردت به الصين، حيث أعلنت الصين ليلة أمس أنه جرى توقيع بروتوكول مع الحكومة البرازيلية. هناك 9000 متطوع سوف يقومون بحقنهم بلقاح كوفيد 19 في البرازيل، ومع انتهاء هذه المرحلة الثالثة خارج الحدود الصينية تكون الصين أول دولة تسجل أو فيها اعتماد رسمي عالمي باللقاح. نعم. طيب أخيرا دكتور جاد، بتوقعات حضرتك للفترة القادمة في الصين، يمكن يعني الموجة الثانية من الفيروس تشهدها الصين سريعا كما كانت هي الدولة الأولى في العالم اللي ظهر فيها الفيروس، أم أنه سيتم احتواء الموقف في الحالات البسيطة اللي ظهرت في بكين قريبا جدا؟ بصراحة كبير الباحثين الصينيين دونغ ناشان هو قال أن
بسبب ما حصل في دول أخرى وبسبب اعتماد حتى لو لم يكن عن صعب التصور وتصميم، ولكن بعض الظروف أجبرت العالم على اعتماد نوع من سياسة القطيع، وهذا يشكل خطرا على موجة ارتجالية في الصين كما ذكرتم. وهو كان يتحدث، هو قال حتى يومنا هذا نحن لدينا اللقاح ولكنه حتى اليوم ليس معتمد دوليا، وبالتالي نحن نستعمله فقط في حالات الطوارئ القصوى للصف الأول، أي الطواقم الطبية والجيش. ولكن إذا حصل ورأينا أن هناك موجة ثانية سوف تبدأ، خاصة بسبب ما حصل في دول أخرى من العالم، فإن الحكومة الوطنية ربما تعمد في وقت مبكر من الخريف المقبل، ربما تعمد إلى مخالفة الشروط الوطنية للأيام العادية، وتعمد إلى إجراء التلقيح على نطاق واسع، وذلك منعا لأي احتمال بعودة الفيروس بموجة ثانية. أي معطيات سلبية على الأرجح سترد عليها الحكومة، بحسب يونغ ناشان سترد عليها الحكومة بعملية تلقيح واسعة في المناطق التي ربما تكون مهددة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جاد راد، الباحث في الشؤون الأسيوية، كنت معنا من بكين، شكرا لك.